وهذا إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا، إنما يكون في الآخرة. والقيام من القبور، الله جل وعلا قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق يعني مات، هذه نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، قيل من الملائكة وقيل من الحور العين، كلهم ماتوا ولم يبقى أحد. ثم نفخ فيه أخرى، من اللي ينفخ؟ إسرافيل، الصور، معه الصور وهو القرن، القرن الذي ينفخ فيه النفخة الأولى فيموت من على وجه الأرض كلهم، ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، تطير الأرواح إلى أجسادها النفخة الثانية. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام من منين؟ من القبور، قومون من قبورهم. تشقق الأرض عنهم، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق الأرض عنهم، ويخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يعني القبور كأنهم جراد منتشر، يكسون الأرض من كثرتهم، مهطعين إلى الداعي، منقادين، ما يتأخر أحد، لا الكافر ولا المسلم، ما يتأخر أحد ولا يستطيع يتأخر، ويسرعون أيضا مهطعين إلى الداعي كأنهم جراد منتشر. وفي الآية الأخرى: يخرجون من الأجداث سراعا سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب علم، علم يذهبون إليه، يسرعون إليه، يسوقهم الملائكة ولا أحد يتخلف. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعث من في القبور أرسل عليها المطر، مطر ما هو مثل المطر هذا، مطر من السماء، نوع من المطر لا يمنع منه شيء، لا السقوف ولا ما يمنع منه شيء، ينفذ إلى الأرض ويدخل إلى الأجسام في القبور فتنبت مثل ما ينبت الحب، وتنبني الأجسام، تنبني الأجسام كما كانت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ينادي مناد فيقول: أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. فيجتمع الإنسان من الأرض، يجتمع بدنه، يجتمع كما كان، إلا أنه ما فيه روح، يجتمع حتى أنه لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، ما تغير منه شيء. ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتطاير الأرواح، لأن الأرواح مجموعة في الصور، تتطاير كل روح إلى جسدها، ثم يحيون ويؤمرون بالمسير إلى المحشر، يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر، ثم يجتمعون في المحشر ويقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحر شديد، وتدنو منهم الشمس، تدنو الشمس من رؤوسهم، ويأخذهم العرق والزحام الشديد، يعني لأنه يجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد في صعيد واحد، يجتمعون ويعرقون عرقا شديدا، ويختلفون في العرق، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يأخذ إلى نصفه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه إلى آخره. والوقوف 50,000 سنة، شاخصة أبصارهم، حافية أقدامهم، ليس عليهم نعال ولا حفاة، عراة، ما عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، تعود القلفة التي قطعت تعود مكانها غرلا، ويقفون في هذا المحشر
هذا الوقوف الطويل يجمعهم الله سبحانه وتعالى في هذا المحشر، الأولون والآخرون. نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله ذكر في القرآن ثلاث نفخات: نفخة الفزع في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، هذه نفخة الفزع. ثم النفخة الثانية نفخة الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثلاث نفخات: يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، دعوة واحدة ما تكرر، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، تدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار الميل، مقدار ميل. نعم. لكن أهل المؤمنون يكونون في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون، ما يحسون به، لا يحزنهم الفزع الأكبر، تتلقاهم الملائكة، فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم. وكان يوما على الكافرين عسيرا، على الكافرين خاصة، فإذا نقر في الناقور عن الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أما المؤمنون فيكون يسيرا عليهم ويكونون في ظلال. نعم. وفي ظل بارد. نعم. هذا الحشر، الحشر عرفناه أنهم يحشرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، صعيد واحد متساوي ما فيه ارتفاعات وانخفاضات. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقومون في هذا الصعيد المستوي الذي ليس فيه انخفاضات ولا ارتفاعات ولا جبال ولا شيء. نعم. وتنصب الموازين، الموازين موازين الأعمال، وذكرها الله في القرآن: والوزن يومئذ الحق، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالموازين ثابتة في القرآن، موازين الأعمال، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن رجحت حسناته فاز ونجا وأفلح فلاحا لا شقاء بعده، وإن ثقلت سيئاته فإنه خاب وخسر. أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأمه هاوية، ما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا موقف هائل، ما تدري يطيش ميزانك ولا يثقل، وسعادك وشقاوك تترتب على هذا، على ميزانك يوم القيامة. فتأهب لهذا، هذا الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في الحديث: له لسان وله كفتان، توضع فيه الأعمال في كفتيه. وهذا من عدل الله جل وعلا بين عباده، لا يظلم أحدا. نعم. وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، توزن بها أعمال العباد، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. نعم. وتنشر الدواوين،
كذلك الموقف الثالث، الموقف الأول البعث من القبور، الموقف الثاني الحشر في الصعيد، والموقف الثالث الوزن، وزن الأعمال، الموقف الرابع تطاير الصحف التي كتبت فيها الأعمال. وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، طائره يعني عمله، ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، وفي قراءة يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت اللي تقرأه، هذا يقرأه عليك غيرك، يمكن يترك شيء، ولا أنت اللي تقرأه بنفسك. وإن لم تكن قارئا في الدنيا تقرأه يوم القيامة، تقرأ كتابك وتشوف ما سجل عليك. نعم. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه، يقول للناس شوفوا كتابي، فرح يفرح به يوريها الناس، ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت، يعني أيقنت، معنى ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي، يعني في الدنيا ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي، فاستعديت لذلك. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الأول فرح وراه الناس، وهذا يقول ليتي ما شفت الكتاب، ليت ما رأيته من الهم والغم، ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت، ليتي إني مت ولا جيت هنا ولا بعثت، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية في الدنيا، هلك عني سلطاني، يعني الحجة، ما له حجة، ما له حجة على الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا خذوه فغلوه، يقول الله للملائكة خذوه فغلوه إلى آخر الآيات. هذا مشهد من مشاهد القيامة في هذه السورة. نعم. وهو متكرر في القرآن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراء ظهره، يعني يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، إهانة له، إهانة له والعياذ بالله. ولهذا يقولون إن بعض الطوائف الضالة إذا مات ميتهم يقطعون يده اليسرى، يقولون علشان إنه ما يلقى له يد يسرى يعطى كتابه بها، يعطى باليمنى، ما له إلا وحده، ما له إلا يد وحده. هنا كذلك مما يكون في اليوم الآخر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، له حوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، الآنية الذي يغرف بها، من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه أناس فيمنعون فيقول يا ربي أمتي، فيقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيمنعون والعياذ بالله من ورود الحوض، الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين يمنعون من ورود الحوض. نعم. ومما يكون في القيامة موقف الحساب، موقف الحساب، يحاسب الخلائق يوم القيامة، حاسبهم الله جل وعلا. فالكافر يحاسب حساب تقرير يقرر في أعماله الكفرية، حساب تقرير، ما هو بحساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنه ليس له حسنات، وإنما يقرر بأعماله. وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم، لأن لهم حسنات ولهم سيئات،
فمنهم من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب يحاسب حساب مناقشة، والأول يحاسب حساب عرض فقط، حساب عرض يسير، وهذا يحاسب حساب مناقشة. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نعم. بعد هذه الأهوال كلها فيه الصراط، الصراط منصوب على متن جهنم، على متن، والصراط هو الطريق، وهو ما يسمى بالقنطرة، يسمى بالقنطرة، تعرفون القنطرة أنتم اللي تمد على وادي ولا على جبال ولا قنطرة، يمد هذه القنطرة على النار، على متن جهنم، على وسط جهنم، يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجريبهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ما يمديك تشوفه إلا هو رايح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن، قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. كل الناس يريدون جهنم، وإن منكم إلا واردها. متى يريدها؟ على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط، أهوال عظيمة، يعني كل هول أشد من الهول الذي قبله. فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص، يقتص لبعضهم من بعض، اللي عليهم مظالم للناس واللي يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعماله. نعم. ما تمر بنشاطك ولا شبابك ولا معك شيء يمضيك، لا، أعمالك، مالك إلا أعمالك هي اللي تعديك، هي اللي تعديك على هذا الصراط هذا. نعم. يمر به الناس على قدر أعمالهم. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. هذا بعض أو أشد ما يكون من أهوال يوم القيامة وتفاصيل ما يكون في يوم القيامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.